بسم الله الرحمن الرحيم. معكم نور الدين المزابي، المزاد مدينة صفرو، 15/6/1963، مدرب جديد قديم ديال وداد صفرو، بحكم أنني بديت مع الفريق في 1992، يعني الموسم ديال 1991 واللي حقنا فيه الصعود في أول سنة. خريج معهد مولاي رشيد وخريج جامعة بورغون في ديجون في فرنسا، ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التدريب والتسيير الرياضي. عندي اون ليسونس بي مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. سبق لي شرفت على الوداد لفترات، يعني أربعة ديال الصعود اللي كانت كتصعد الوداد صفرو من 1991 إلى الحدود الساعة مع عبد الربي. يعني الحمد لله درنا إنجاز اللي على قد الحال. دوزنا الفترات اللي كان فيها الانسان مزيان، عاود فترات اللي ربما عاود سميتو كتهبط، ماشي بحال الترمومتر، مره كنطلعوا مره كنهبطوا. الكره سميتو الرياضه الهويه هي هذه. بالنسبه لي انا ما كانش عندي فكره ابدا باش نخرج على صفرو بحكم العمل ديالي وبحكم المحبه اللي كان نكين لوداد صفرو. الرئيس اتصل بيا، ما كان عندي حتى شي سميتو شي شرط ولا شي حاجه، يعني زدت سميتو هذا باش نتحملوا المسؤوليه كاملين باش نزيدوا بالفريق سميتو هذا الا كتب الله. يعني بعد غياب ديال من قبل كوفيد، انا سميتو ملي ساليت من التدريب كانت عندي اسباب باش كنمشي، كان كيكون عندي اسباب ذاتيه وموضوعيه. دابا ربما الامور شويه تغيرت، ربما جينا باش نقدروا نساعدوا ليكيب الى يعني بداك الشيء اللي كنعرفوا. يعني المهمه الجديده كيساعدني سي زهير برعيش اللي سبق له كان لاعب مع الفريق، يعني اللي دربته ودابا الحمد لله راه حاصل على ليسونس سي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.